صباح الخير، يا رب تكونوا كويسين. بنرحب بيكم سادس السنة في سبيس ابس كايرو، وكالعادة هنبدأ رحلتنا بالبوت كامب. والناس اللي أول مرة يبقوا معانا، تعالوا نعرف بسرعة إيه هو البوت كامب. البوت كامب هو معسكر تدريبي بيكون عبارة عن مجموعة من السيشنز المكثفة اللي هتساعدك تفهم أكتر عن سبيس ابس تشالنج وعن التراكس العلمية والعملية اللي ممكن تحتاجها في ال 48 ساعة الخاصين بالمسابقة. في البداية نحب نشكركم إنكم موجودين معانا في سبيس ابس كايرو 2020 واللي أول مرة بتكون أونلاين. بنتمنى تكونوا عديتوا من الفترة اللي فاتت بخير. تعالوا نبدأ بقى بأول سيشن بعنوان Space Apps Cairo and How Did It All Begun. وحب أرحب بالمهندسة دينا طنطاوي، Co-Founder Space Apps Cairo ومدرس مساعد بكلية هندسة جامعة القاهرة. صباح الخير عليكم جميعا، اتمنى انكم كلكم تكونوا بخير، واحب اشكركم جدا ان انتم مشاركينا في اليوم ده. صحيين يوم الجمعه وجايين اكسايتد، واتمنى ان الحماسه اللي موجوده عندنا تكون موجوده عندكم اكتر. اسمحوا لي اشير معاكم السكرين. اوكي، ويلا نبتدي الرحله بتاعتنا في Space Apps Cairo. عشان نبتدي الرحلة، قبل ما نبتدي أي حاجة لازم نعرف الرحلة بتاعتنا دي بدأت إزاي. خليني أرجع 6 سنين لورا. كان في شخصية جميلة اسمها منة حمزة، كان عندها فكرة. الفكرة دي إن هي بدل ما هي تشارك في الهاكاثون، لقت Space Apps Cairo، لقت Space Apps Challenge، ودي مسابقة عالمية وهنتكلم أكتر بعد شوية. أنتوا أكيد عارفين هي إيه، بس we'll give more insights بعد شوية. مسابقة ونقدر نشارك فيرتشولي من أي حتة في الكون، بس في أماكن عاملة لوكيشنز عندها. فليه إحنا في مصر ما نقدرش نجمع كل الناس اللي بتحب نفس الحاجة، بتحب علوم الفضاء، بتحب علوم الأرض، إن هم يقدروا يكونوا في مكان واحد؟ لأن الأفكار المجموعة أكبر من الأفكار الصغيرة. كل ما نجمع، كل ما نتعاون أكتر، كل ما نطلع أفكار أحسن. فهي ابتدت بالفكرة، ليه أخش لوحدي لما إحنا ممكن كتير نخش مع بعض؟ وعشان تحقق الفكرة دي، أول حاجة منا ابتدت بيها إن هي ابتدت تدور على تيم، ومين الناس اللي يقدروا يساعدوها في الفكرة دي، مين الناس اللي عندهم خبرة سواء في المجالات دي أو في تنظيم الإيفنت. وده كان أول تعاون لينا مع IEEE، واللي إحنا دلوقتي كلنا بقينا IEEE وجزء أساسي، وهي اللي بتنظم إيفنت بنجاح من سنة لسنة. بعد ما لقينا التيم ابتدينا نشتغل جامد قوي، وواجهتنا صعوبات كتيرة قوي في ان احنا نطلع الايفنت من الاشياء. بداية من الناس مش بتصدق اصلا ان احنا بنعمل الايفنت تبع ناسا في مصر، والدنيا دي جت ازاي وكل الكلام ده. بس الريزيستنس بتاعنا وبتاع كل الناس اللي كانت موجودة هو الحاجة اللي مخليانا موجودين النهاردة الحمد لله. اللي انا عايزة اطلع بيه من الهيستوري ده ان اي فكرة مهما كانت صغيرة is still worth it. حط عليها، جيب التيم كويس، اشتغل عليها، خليك persistence، ما تخافش من الصعوبات اللي هتواجهك. وزي ما احنا ابتدينا رحلتنا من 6 سنين لسه مكملين معاكم، اتمنى ان النهارده تكون بداية رحلتكم للصعود لأعلى مكان تتمنوه، سواء جوه سبيس ابس او تاخدوا الايديز بتاعتكم وتمباكتوا بيها العالم كله. عشان نبتدي رحلتنا محتاجين نعرف ايه اللي احنا التشالنجز اللي هنواجهها في رحلتنا، وإيه أصلاً هدف ناسا سبيس أبس. يعني من الآخر إحنا موجودين النهاردة ليه؟ أكيد كل واحد موجود عنده هدف وعنده رؤية ونفسه يعمل حاجة، أو ممكن يكون جاي يشوف الدنيا فيها إيه. خلينا نشوف ناسا نفسها عايزة تتشالنج لنا بإيه وعايزة تعمل لنا إيه. قبل ما نتكلم على ناسا نفسها، أنا متأكدة إن بنسبة 90% من الناس، أي حد لو قلت له عن الفضاء هيبقى very excited من الصور، من النجوم اللي بيشوفها. حتى لما بنحب نقول على واحدة جميلة بنقول إن هي زي القمر، it's very exciting and very exciting visualization وكل حاجة. بس هل فعلا إن أنت تقف في مركبة فضاء وتطلع الفضاء دي حاجة هي exciting definitely؟ بس هل حاجة هي سهلة؟ إحنا دلوقتي بقالنا 6 شهور مثلا قاعدين في البيت، more or less، يعني ما بتخرجش، ما بتقابلش ناس، على الناس قبلها. هل دي حاجة سهلة عليك؟ تخيل في المقابل ان انت ممكن تكون قاعد في نفس ال environment لمدة سنة ولا سنة ونص. there are very يعني a lot of challenges بتواجه الناس اللي بتطلع الفضاء. بس يبقى السؤال، هي الناس ليه اصلا بتطلع الفضاء وايه الهدف من كل الكلام ده؟ اكيد مش تطلع عشان هو شكله حلو،
احنا اي حاجه اي عمل بشري ناس كتير بتشتغل فيه بيبقى الهدف الاساس هو راحه الانسان وسعادته وازاي نخلي حياته احسن، وده اصلا هدف ناسا. عشان كده ناسا مش بس مهندسين طيران وفضاء، ناسا فيها دكاتره وفيها علوم كيمياء وعلوم فيزياء وعلوم نبات وصيدله وارتست وفيجواليزرز، فيها كل حاجه. وعشان كده التشانلز بتاعتنا برضو فيها كل حاجه. كل ده بقى موجود، وناسا بتعمل افورت كبير عشان تحسن حياه البني ادم. فاحدى الطرق ان هي تحسن حياه البني ادم ان هي تدور على ريسورسز بره، ان هي تشوف الحياه بره، تستغل مثلا في لو جرافيتي فنقدر نعمل اكسبيرمنتس، وفي نفس الوقت احنا من بره نقدر نشوف الارض بصوره اوضح، نقدر نجيب بيانات اكتر ونقدر نحسن العيشه اللي احنا عايزين فيها، لان ده الهدف. ايفنشلي احنا محتاجين نحسن عيشه الانسان سواء على الارض او سواء بره الارض. فناس زي ما بتبص جوه زي ما بتبص بره، لان في الاخر الهدف هو تحسين عيشة الانسان. وعشان كده ناسا طلبت مننا السنه دي مش بس ان احنا نبص على الاماكن المختلفه، هي كمان طالبه مننا ان احنا نتيك ان اكشن. بس السؤال هو what type of actions we gonna take؟ ايه التشالنجز اللي بتعرضها علينا السنه دي والاكشنز اللي مطلوبه مننا ان احنا نعرفها؟ اول اكشن مطلوب مننا او ممكن نساهم فيه ان احنا نobserve الحاجه حوالينا، بس مش هنobserve عن طريق عينينا بس، احنا هنobserve عن طريق عينين ناسا. ناسا or many space agency او حتى في مراصد كتير على الارض بيهتموا بان هم يجمعوا بيانات. البيانات دي بتبقى كتيره جدا 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 جدا، فاحنا محتاجين لما نبص حوالينا نبص بعينين البيانات دي سواء من ناسا او من غيرها، عشان نقدر نشوف احنا نقدر نساعد الدنيا ازاي. الداتا دي كمياتها كبيره جدا، ممكن نعمل عليها فيجواليزيشن عشان نوري تاثير مثلا الاير بولوتنت على الهيلث في مكان ما، او الحياه بتتغير ازاي. مثلا القطب الشمالي بيصيف فالانفايرمنت نفسها بتتغير، درجه الحراره في اماكن بتتغير، ازاي الكلام ده ممكن ياثر على الحياه الطبيعيه اللي موجوده فيها او حتى حياه الانسان من انتشار امراض وما الى ذلك. نقدر نعمل فيجواليزيشن برضو للداتا دي زي ما هي بتعمل فيجواليزيشن لصور على الارض عن طريق ساتلايت ايمج وغيره، ونقدر نراقب بيها الارض برضو بتعمل لنا صور للراديشن اللي موجوده في الفضاء، ازاي نقدر نفيجواليز الراديشن دي ون observe maybe نقدر نطلع منها بinformation أو some experiment تخلي برضو تساعد في مش في رفاهية الإنسان بس حتى في تحسين الكواليتي بتاعة الإنسان. maybe نقدر نوصل لحاجة أسرع أو حاجة أحسن، maybe نقدر ننفذ teleportation اللي بنشوفه في الأفلام. who knows it could be your own idea. فأول حاجة نقدر نتشالنج نفسنا فيها إن إحنا نobserve عن طريق كل الداتا اللي موجودة. تاني حاجة نقدر نتشالنج نفسنا فيها أو ناسا تتشالنج فيها إن إحنا ننفورم الناس if we have this amount of data كبيرة قوي، إيه اللي أقدر أطلعه من الداتا دي؟ أنا في الأول كنت هobserve وهvisualize، هساعد الناس إن هي تطلع منها information. دلوقتي لأ، أنا مش هعمل كده، أنا دلوقتي أنا اللي هأطلع information. maybe أنا هبني على حد قبلي كان بيobserve، أو أنا بنفسي هبتدي أطلع الداتا دي. ممكن أبتدي أعرف أنا عندي تلوث كتير، طب هل أقدر من الداتا دي أطلع أماكن التلوث؟ هل أقدر أطلع correlation ما بين التلوث ده؟ هل أقدر أعرف الكوارث الطبيعية أعمل لها production؟ في حاجات already بتعمل كده. What's your innovation؟ إن إحنا نعرف أكتر. Don't be an unseal بس build on the wheel. شوف الناس اكتشفت بتدكت البراكين إزاي، بتدكت الزلات إزاي، maybe there is some correlation ما بين حاجة. وكمان وإحنا بننفون في حاجة مهمة جدا 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 جدا، إن أنت عندك idea وإن أنت عندك team وكل حاجة ده شيء كويس، بس عشان تشجع الناس والكوكب ان الايديا دي تتحقق انت محتاج تموتيفيت الناس. فحاجه من ضمن حاجات تقدر تعملها انفورمينج للناس ان انت تشجع الشباب او كبار او كل الناس ان هم يعرفوا اكتر ويفهموا اكتر عن المشاكل اللي حواليهم او عن الكوكب ازاي يحافظوا عليه. So one of part of the informing is informing awareness، ان انت تدي للناس awareness بالinformation اللي انت عرفتها دي. وif informing is not enough a challenge you can go to another challenge which is sustaining. Sustaining هو بمختصر مفيد ان احنا نحافظ على نعم ربنا اللي مديها لنا.
ربنا مدينا نعم كتير في أماكن كتير نقدر نحافظ على النعم دي بطرق كتيرة. أول نعمة هو مديها لنا هو الهيومن ريسورسز، هم البني آدمين نفسهم والناس اللي حوالينا والpopulation. الهيومن ريسورس is the most valuable resource we have. لو إحنا عارفين أماكن تجمعهم بعلاقة المستوى الاجتماعي بكل الداتا اللي نقدر ناخدها سواء من الساتلايتس أو من المراصد أو من الاستاتيستيكس، نقدر بالداتا دي كلها نشوف إزاي في مكان ما نقدر نسستين الحياة أحسن للناس دي. إزاي ممكن نجو في problem more specific، إن إحنا في الفترة اللي فاتت لو إحنا قاعدين في البيت كتير هتلاقي إن أنت ممكن السليبنج بتاعك ما بقاش منتظم. لو أنت بتشتغل ورديات أو لو بشوف حد بيشتغل السليبنج بتاعه ما بيبقاش منتظم، انعدام النوم ده أو شقلبة نظام النوم ده إز حاجة بتتعب جسم الإنسان جدا. إحنا محتاجين نسستين صحة الإنسان، بيجيها نسستين العيشة بتاعته، هو صحته أهم. What can you do إن أنت تعمل some kind of application scheduling حاجة تساعد الإنسان، أو maybe الحاجة ده اللي كنت نايمه في الوقت ده or whatever you can do، بس إن أنت إزاي تساعد الإنسان إن هو يسكيدول السليب بتاعه ويحافظ إن هو ما يقلعش في أوقات مختلفة. وتقدر كمان إن أنت تعمل برضو إيه some kind of awareness تقول للناس how to sustain النعم اللي فيهم كل حاجة. الكوكب اللي احنا فيه ما ينفعش نقطع الشجر، ما ينفعش زي نباتات، وكل ده be creative. يعني احنا لحد دلوقتي في حملات موجودة وكل حاجة، بس الناس لسه بتعمل actions بتبقى مش لطيفة للكوكب. How you can تدفع الناس ان هي sustain، give them ideas، قول لهم ما يقدروا يعملوا ايه، يعملوا recycling، يعملوا some kind of innovation، give الشباب دول idea. Because هما في الآخر اللي هيقوموا الكوكب ده. بس لو احنا observing وinforming وsustaining are not enough challenges، فالchallenge اللي جاي هو الcreation. وده نداء لكل الناس المبدعين اللي بيبصوا للمستقبل، احنا عايزين create حاجة جديدة، عايزين create حاجة مثلا تركب السفينة الفضائية في الفضاء بدل ما يطلع العمل يصلحها بنفسه. Or maybe عايزين نكريت برضو game or visualization تساعد الناس إن هي مش بس تشوف اللي موجود في الفضاء، إن هي تشوف اللي ممكن يبقى موجود. Open your mind to what can happen. كل الحاجات اللي بنشوفها في الأفلام والكلام ده with some science to some knowledge. استخدم science and knowledge بتاعتك إن أنت تبريدكت اللي حصل وتنشر الفيجن بتاعتك ده للناس اللي ممكن يحصل، اللي إحنا نقدر نعمله creation. اعمل زي طمط او يعني زي بيقولوا ايه اللي هو اللوجو او الدميه بتاعه اللي هتكلم الناس زي كده في كاس العالم ما بيطلعوا اسد ولا حاجه. اعمل حاجه تحفز الناس وتخليهم انترستد ان هم يسمعوا، because احنا عايزين نعمل تغيير وعايزين الناس تسمع وتبقى انترستد انها تعمل التغيير. Your part of your creation is to open your mind. Open your mind، اعمل كل اللي انت عايزه وشجع الناس ان هي تشاركك في الحاجة دي. من احنا awareness، فاحنا كل حاجة بنعملها part اساسي تقدر تعمله وجزء مهم ان احنا نعمل awareness للحاجة دي. ولو احنا about the future شايفين ان احنا قبل ما نروح نشجع الناس على المستقبل احنا عندنا مشاكل في الارض، فهيجي دورنا ان احنا نعمل confrontation. احنا لازم نقف ونقول المشاكل دي لأ، لازم يكون لينا دور، لازم نشوف ازاي نحل المشاكل دي هنواجهها. احنا مش هنجري، احنا مش طلع analysis، بس احنا هنanalyze وهنبتدي نحط حلول ومواجهات ازاي نحل المشاكل دي. قد يكون الحل social application or some games to train السلوك بتاعك الناس عشان ما يبقاش في حاجة زي bullying او حاجة زي discrimination ما بين طبقات مختلفة. ودي حاجة مش هنقول ان هي ممكن نكون بنسمع عنها برا، بس لا احنا في مجتمعنا وخلينا نصرح مع بعض احنا عندنا discrimination فظيع جدا ما بين الطبقات. دي حاجة احنا محتاجين ازاي نشجع الناس ونفهمهم اكتر ونوعيهم ازاي الناس we are all equal unless يعني حد عمل شغل احسن، بس اي حاجه تانية مش بتفرق. وي ار ار ايكوال. واجه المشاكل بكل قوه وحط حلول واقترح على الناس ازاي نقدر نغير الحلول دي. اعمل انالايز للداتا اللي موجوده، بص على الفاكس اللي حواليك، بص الناس اللي قبليك عملوا ايه وكونفرونت المشكله. ما تخافش فكرتك قد ان هي تشتغل معانا.
وبيكاز ان اهم حاجه في العالم اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي واللي احنا اضطرينا كتير قوي نعتمد على التكنولوجيا ان احنا نجيت كونكتد عشان احنا فيزيكلي ما نقدرش نكونكت مع بعض. فاحنا مهم جدا ان احنا نجيت كونكتد، بس مش بس هنكونكت مع بعض واحنا هنا، احنا كمان هنكونكت مع بعض وهنكونكت على الناس اللي هينجحوا وهيطلعوا المريخ. عشان المريخ بعيد محتاجين نبقى super smart and have some ideas ازاي نخلي communication دي fast، ازاي نخلي communication دي اريح، وازاي نساعد نفسنا من كده، ازاي نستخدم، ازاي نعرف الناس التكنولوجيز بتاعت الكوميونيكيشن دي، سواء ان هم ساتلايتس او ان هم مراصد على الارض، عشان زي ما احنا عايزين نسرع التكنولوجيز وعايزين نخلي الناس تعرف تستخدمه اكتر، الناس برضو محتاجه تعرف ايه الريسورسز اللي احنا بنستخدمها في التكنولوجي بتاعت الكوميونيكيشن so you can connect or helps the people to connect. وفي نفس الوقت احنا محتاجين برضو من ضمن التشالنجز اللي نعملها ان احنا نحسس الناس باهميه، واحنا من ضمن الناس دي باهميه السبيس تكنولوجي. It is not about the space, it is also about عيشه الانسان سواء في السبيس او على وجه الارض والعيشه اللي احنا عايزينها. Those are the main six categories اللي الناس بتتشالنجنا فينا عشان نقدر نوصل وعشان نقدر نحسن حياة الإنسان. And remember, one idea could make a lot of difference. خليني أقول لك من خلال خبرتنا إيه اللي ممكن نعمله عشان نبقى مستعدين إن إحنا نواجه التحديات دي. أول حاجة عشان نبقى مستعدين، وده مثلا مش بس ناسا سبيس أبس، اقرأ، build your background، اعرف إيه المشكلة اللي أنت بتواجهها. لازم تقرأ كويس وتعرف كويس. طبعاً reading دي is a general world of gaining knowledge. ممكن تعرف عن طريق إنك تتفرج فيديو، يعني learning for life is براحتك. بعد ما تقرأ هتعرف الحاجة اللي انت بتواجهها كويس، هتعرف الحاجة اللي انت عايز تعملها or maybe necessary background. محتاج تكريت تيم عشان إيد لوحدها مستقفش، احنا كلنا مع بعض نقدر نعمل حاجة أحسن. هتكريت تيم، هتجت تكذب، هتعملوا brainstorming، ما توقفوش أفكار بقى، اطلقوا العنان لكل الأفكار. You never know what idea could be the one blooming. وبعدين ممكن ideas تمرج مع بعض. عملتوا brainstorming، كونتوا التيم، ابتدوا اتعلموا ال needed technologies وskills اللي انتوا محتاجين تعرفوها. احنا النهاردة بدين في نص سبتمبر وعندنا لحد أكتوبر إن شاء الله هنبقى معاكم أول يومين as space apps Cairo، بنديكوا sessions كثيرة. وعلى مدار الايام لحد الكومبيتيشن الجلوبال تيم هينزل كل يوم سيشن ان احنا نبقى عندنا تريننج ونهير فروم اكسبيرت. سو بليز تيك ا تشانس ان انتوا تتعلموا. واحنا بنحاول نجيت بريبيرد في كام حاجه محتاجين ناخد بالنا منها. محتاجين ناخد بالنا من التايم بتاعنا. حلو قوي ان احنا نقعد نتعلم وان احنا نقعد نقرا، بس خلي بالك نومك مهم، صحتك مهمة، تعاملك مع الناس مهم. It's very important that you manage your time. وبرضو ممكن تبتدي في knowledge في حتة وتفضل محشور فيها طول الوقت. أنا محتاجك إن أنت تعمل schedule لنفسك، محتاج تعرف إيه وإمتى هتستوب وإمتى هنكمل. Managing your time is managing your life actually. والحاجة التانية محتاج تعملها إن أنت تmanage resources بتاعتك. والresources بتاعتك دي تنقسم لحاجتين. أول حاجة هي human resources، التيم بتاعك مين أحسن في إيه؟ ولو إحنا عندنا background knowledge كبيرة عايزين نجمعها، إزاي نقسم الناس إن هم يقدروا يعرفوا knowledge المختلفة دي؟ أكيد مش كلنا هنربيت نفس الشغل، ممكن interact وإزاي نتربريت وإزاي نمانج knowledge ما بيننا. والحاجة التانية اللي إحنا محتاجين نجمعها هي أو محتاجين نعملها management هي الماتيريال. أنت لو دخلت على السايت بتاع data.nasa.gov هتلاقي عليها فوق 50,000 data set. انت متخيل رقم ده؟ غير طبعا لو انت دورت على جوجل على اماكن تانية على افكار. There is a lot of material. مش نقدر نبص على الحاجات دي كلها. You need to manage your resources. تختار ايه اللي هناخده وايه اللي هنسيبه وايه اللي هنأجله وايه اللي ممكن يبقى proposed. Managing your time, managing your resources، كل ما تعملهم early كل ما هتلاقي الدنيا بتمشي معاك very smooth. وحاجة مهمة جدا documentation. فتستهين بهذا الموضوع تقول ما بحبش documentation، بس صدقني documentation جزء لا يتجزأ من نجاح الشغل. في الآخر أنت هتضطر تكتب proposal أو تعرض فكرتك على الناس. هتعرض فكرتك على الناس إزاي لو أنت مش كل خطوة عملها documentation؟ هتقول لهم أنا إزاي scientifically صح، بس أنت مش مدوكيمنت كل خطوة الاكسبرمنت اللي أنت كاتبهم. إن أنت تكتب الكلام ده as a bulk في الآخر
ده هيبقى اوفر هيد عليك ومش هيبقى بكواليتي كويسه. دوكيمنت كل ما انت ماشي دوكيمنت، مش بس الدوكيمنت عشان تكتب البروبوزل، دوكيمنت عشان تشارك مع العائله عشان تشجعهم وعشان كمان تجيت ريسبونس وجيت ايدياز اللي ممكن يتعمل. خش واكتب افكار، ابعت ليك صور وانت بتشتغل والتيم بتاعك، ميك سم فن وحطهم على السوشيال ميديا، استخدم الهاشتاج بتاع سبيس ابس شانج، وهتلاقي ناس من ناس نفسهم بيردوا عليك سواء على تويتر او على فيسبوك، وهتلاقي ناس مننا برضو بيردوا عليك لو في اي حاجه ممكن نقدر نساعد بيها. فدوكيمنت وجيت انتر جيت كونكتد، اعرف الناس اللي معاك في التشانج، واعرف الناس اللي سواء في مصر او بره مصر. كل الحاجات دي وانت بتجيت بريبيرد هتساعدك، معرفه الناس معلوماتهم كل الانتراكشن كولابوريشن دي حاجات هتساعدك كتير. فاحنا واحنا بنستعد وبنذاكر وبنحضر ونكتب الايديا، ما تنساش وانت بتعمل الكلام ده ان انت تجعت سوشي وجيت فن وتاخد بالك من وقتك وتاخد بالك من صحتك. بس عرفنا ايه التشانجز اللي احنا هنواجهها، عرفنا ازاي نستعد ليها. عايزة افكركم بكام حاجة محتاجين ان احنا نعملهم، او يعني we'll do our best ونتمنى ان انتوا تطلعوا بالاستفادات دي، لان احنا هنبتدي الرحلة النهاردة. في ناس هتكمل الرحلة لحد اكتوبر، في ناس هتكمل الرحلة بعد أكتوبر، وأتمنى الناس كتير تكمل الرحلة بعد أكتوبر، لأن رحلتنا دي مش بس إن أنت بتعمل بتحل تشانج أو بتقدم بروجكت، إحنا الرحلة دي عايزين نطلع فيها كل البوتنشالز بتاعتك. Maybe it is your first time إن أنت تبرزنت، أو إن أنت تعمل كولابوريشن مع تيم تاني، أو إن أنت حتى تتكلم مع ناس بور، أو إن أنت تستخدم تول جديدة. whatever potential you have whatever idea you have إحنا محتاجين نعملها unleashing، في حاجة تستمر معاك حتى بعد الرحلة. محتاجينك to get inspired إن أنت مش بس هتفكر في أفكاري، بس أنا هبص على ال changes استعمال السنة اللي فاتت، الناس اللي كسبت والسنة اللي فاتت، أو في COVID-19 حاجةً أو whatever حاجةً، أنا to get inspired مش عشان أقلدهم خالص، عشان كل ما باخد information أكثر كل ما دماغي فيها neurons بتنور. I'm building a network هنا عمالة تنور كل ما get information get inspired، وهتلاقي بالتبعية أفكارك عمالة تنور أكثر. ف take your time to get inspired وتشوف الناس اللي قبلك عملت إيه، وعشان برضو عملش reinventions a week، maybe ممكن تعملها reinvention بشكل أحلى which will be totally worth it. وطبعا من ضمن الحاجات الاحسن ان انت تطلع بيها ان انت هتتعلم a lot of information، مش بس من اللي انت هتقراه، مش بس من اللي هتعرف التيم، التيمز اللي حواليك هتشوف اللي changes، وقد يعني تجد impressed بمعلومات انت سمعتش عنها قبل كده. وانا لحد يومنا هذا بغض النظر عن خبراتي السابقة في مجالات كتير شغلي، انا كل سنة بحضر change، انا بتعلم معلومة جديدة، انا بشوف invention جديد، انا في حاجات كتير بتعرف عليها من خلالكم. اتمنى ان انتوا تتعلموا through your process through working with others. واهم حاجه ما تنساش get social make friends have fun. احنا مش داخلين يعني احنا حلو ان احنا نكسب، بس المكسب اصلا في الرحله، المكسب في كل الحاجات اللي انت بتتعلمها وانت ماشي. اعمل حاجه وانت مبتسم، حافظ على ابتسامتك، هتحافظ إن شاء الله على النجاح بتاعك. وبعد كل ده اللي إحنا محتاجينه أو اللي إحنا عاملين كل إيفنت ده عشانه هو to make a difference. To make a difference is not about making a difference in the whole world. This is part of what we do. إن إحنا الأيديز بتاعتنا هتغير العالم. هل هتغير العالم just like this؟ لا. إحنا محتاجين إن إحنا نزرع فكرة، والفكرة دي هبتدي تبني عليها ويتبني عليها ويتبني عليها، ويوما ما الفكرة دي هتبقى هي سر في تغيير العالم. بس هل ده الطريقة الوحيدة اللي انت يكون ميك بيها ديفرنس؟ لا خالص. انت هتميك ديفرنس في تعاملك بالناس اللي حواليك، في النولج اللي انت هتجينها، في الحاجات اللي انت هتكسبها من الناس. You will make a difference في العالم، وهتعمل difference في حياتك انت شخصيا، في حياة الناس اللي حواليك. So it's very important، وهدف من اهدافنا المين اللي احنا بنعمله that you make a difference، وان انت ان شاء الله تحس بالفرق ده. دلوقتي احنا استعدينا وسمعنا ازاي نستعد. انا محتاجاكم دلوقتي ان انتوا تكونوا مستعدين عشان نبتدي الرحلة بتاعتنا، وان احنا فعليا هناخد اول خطوة ان احنا مش بس نطلع الفضاء، ان احنا نكسب ونوصل لاماكن عالية جدا. واحب دلوقتي اتشرف ان انا اسمع اسئلة.
شكرا.